وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي للعدل الدولي. أمرت يا دكتور اليوم إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، هل برأيك ستستجيب إسرائيل لما أمرت به المحكمة؟ لكل الأطراف في العالم وخاصة لإسرائيل، وبالتالي على إسرائيل أن تنفذ ذلك القرار، وإن لم تنفذه فإسرائيل تخرق القانون الدولي من ناحية وتدوس على قرار محكمة العدل الدولي. نعم. وبما أن المحكمة الدولية في بداية طريقها الطويل التي سيأخذ مدة طويلة وستصدر فيه قرارات مهمة، اي عدد من الاتفاق سيؤخذ بعين الاعتبار في القرارات القادمه، وبالتالي ليس لاسرائيل اي وقحه بان تتعنت ولا تنفذ قرار المحكمه الدوليه. وكذلك الدول الاخرى عليها ان تقوم بكل الاجراءات لتنفيذ ذلك القرار، اي من منع ارسال الاسلحه لاسرائيل او ارسال اي تمويلات او اي تعامل مع اسرائيل الذي يجعل نعم. عملية الاقتحام نعم. وعملية القتل تتواصل. دكتور مجيد، يعني العدل الدولية أكدت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، يعني برأيك ما هي الخطوات القادمة تحديدا ودوليا ضد إسرائيل؟ هذه أولا خطوة مهمة، لأن هذه الخطوة اليوم هي نعم. ويجب يسعى العالم لتنفيذ هذه الخطوة، لأن مع فتح المعابر ودخول المساعدات سيدخل كذلك المراقبون الدوليون الذين سيتمكنون من الوقوف على الأدلة، أدلة الدمار الشامل، أدلة القتل، أدلة التزوير، وهذا سيساعد في إثراء ملف محكمة العدل الدولية، ثم سيساعد في إثراء محكمة الجنية الدولية. نعم. وبالتالي هناك امكانيه بان يقوم نتنياهو بعمليه الهروب الى الامام وينقلع عن ذلك، ولكن ستكون له عواقب مخيفه، والقرارات المرتقبه بعد ذلك ستكون تضييقا اكبر، لان محكمه العدل الدوليه لها دور حمايه الناس الضعفاء في العالم والشعوب الضعيفه، وبالتالي الفلسطينيون في غزه هي الطرف البعيد، ومحكمه الدول العدل الدوليه تطبق القانون الدولي الذي يقول على محكمه العدل الدوليه واجب حمايه الشعب الفلسطيني الان، وستكون ومحكمه العدل الدوليه عليها ان تقوم بكل الاجراءات لحمايه الشعب الفلسطيني، وهذه نعم. المسؤوليه نعم. من باريس كنت معنا الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر.